في زون ميكس متواصلين حتى للخمسة متاع العشية. نحكيو على المبادرة أطلقوها مجموعة من لاعبية المنتخب الوطني التونسي، من لاعبية الدوليين تاع المنتخب، مبادرة إنسانية ممتازة قاموا بها أكيد. باش حكينا عليها أكثر لاعب المنتخب الوطني التونسي، اللاعب المحترف في تركيا ياسين مريح، موجود معنا بالتليفون. ياسين أهلا بك. مرحبا بك خويا ومرحبا بك، كيفك المستمعين؟ شنو الأمور؟ سافا؟ الحمد لله، شنو أحوالكم أنتم في تونس؟ الحمد لله، خويا نسألوا على أحوالك أنت في تركيا، شنو الأوضاع؟ غادي مازلت البطولة ما توقفتش ظهر لي ياسين أنتم؟ لا توقفت، توقفت عند نهارين من اللي خذوا الديسيزيون الأخرى وتوقفت إلى أجل معناتها مش محدد. يعني إيش واخذوا شوية غادي؟ والله ممكن ما كانوش فما برشا ديكا، معناتها يمكن كانوا كيما تونس معناتها 10 12 15، اما كي تفاقمت ليكا توا والحاله ماشيه وتزيد، دونك خذوا قرار مستعجل كونهم يوقفوا الشامبيون. فهمت كيفاش تعدي ايامك غادي؟ ماكش ترين اكيد توا حاجه صحي، شنو هو بالضبط؟ لا والله بالنسبه للكلوب ما نتناوش معناتها توا ان سيمين فاكونس، مي نمشي انا ديما انا والحدادي وحدنا للسونتر، نخدموا شوية مسكيلاسيون، نقعدوا نتناو وحدنا شوية باش النهار يتعدى شوية. ممكن تعرف كي تبدا الفامي في تونس وانت في تركيا وحدك نهار كامل باش تعدى في الدار صعيب، هاكا نكسروا شوية الريتم، نمشي مع بعضنا نتناو ونقعدوا شوية في الكونتر من بعد نروح وهكا. اي معناها مش موجودين في الدار ما تخرجوش ولا حاجة؟ لا لا هوني، لا هوني ريسك 90% كل شيء مسكر، تقعد البنوك وجوامع محلولة والناس الناس تحب تخرج على روحها تخرج، ما فما حتى مشكل. مبرمج من رايحه لتونس ولا كيفاش بالضبط؟ ولا مسكره؟ لا توا نورمالمون في بالي القانون كي تروح لتونس لازم تقعد 14 يوم وكذا. ما يساعدكش دونك هوني هوني ممكن ان سيمين دي جور نرجع نتناو ولا اكثر. فهمتك. باهي احكي لنا على الموضوع نتاعنا ياسين، الحمله اكيد اطلقتوها انتم الملاعبيه، كيف جات الفكره؟ شنو تخموا تعملوا؟ وين وصلتوا؟ شنو عملتوا بالضبط لحد الان؟ والله شوف هو الحمله بدا بها علي معلول معناتها من مصر، وبدا معناتها بدا يتقي في الجوارات يوسف فرجاني انا برشا جوارات باش نعاونوا ان شاء الله العائلات المحتاجه، العائلات اللي تستحق، العائلات اللي في تو دانكو في الوقت هذا فجاه البلاد باش تقف، العباد فما برشا عباد عاملين يومين معناتها يخدم باش يصور راس مالهم في يومه، دونك لازمنا نحن نكونوا واقفين مع العائلات هذوما، لازمنا نحن نعاونوهم، هذا واجب بالطبيعه. لازمنا ديما واقفين مع العائلات التوانسه. بالنسبه للعمليه هذيا كما قلت لك بدا بها علي معلول وماشيه، والعمليه ماشيه وتزيد، وجوالات يعطيهم الف صحه معناتها صحابي اللي قاعدين ماخذين كما قلنا احنا ريسبونسابيليتي وفرحانين بالشيء هذا وماشيين في المساعده. بالنسبه كيف باش نعاونوا؟ باش ان شاء الله نحن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي هو اللي اعطانا بعث لنا الريب، هو اللي لاهي بالعائلات هذوما ولاهي بالمواضيع هذيا، يقضي لهم يوصلهم القاضيه لحد باب دارهم، يعطيهم الفلوس كذا. نحن ما علينا كان نصبوا فلوس في الريب اللي تابع كما قلت لك الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، نحن نصبوا الفلوس وان شاء الله هما يكونوا قد المسؤوليه، وان شاء الله الدوله معناتها تكون قد المسؤوليه ووصلوا القضيه هذوما للعائلات المحتاجه. ان شاء الله اي انسان محتاج معناتها في تونس كذا ما نبخلوش عليه، سواء نحن كجوارات سواء كعباد ريسبونسابيليتي في البلاد، كرؤساء جمعيات، كعباد سياسيين، كعباد ديزون دافير عندهم ما شاء الله من المال الوفير، فيها باس كي كل واحد يعطي حتى 2-3% من ثروته. شوف البلاد ان شاء الله كيفاش تقف على ساقيها وتونس ديما تقعد برجالها ان شاء الله. عندك ارقام قد وصلتوا طبعا ما نزلت ما عندكش بالضبط؟ لا والله لي ارقام لي، اما انا اللي نعرف كونه جوارات معناتها كل واحد حسب الوضعية نتاعو، معناتها كل واحد فما شكون كيما يوسف قال انا نتكفل ب 100 عائله، فما شكون مش يتكفل ب 10 عائلات، فما شكون مش يتكفل ب 50 عائله، كل قدير وقدره. اما باذن الله ما نتصورش كان جواب باش يبخل على معناتها باش يبخل حتى بفرنك نتاع العائلات هذوما. دونك نحن من المحبذ ديما نقولوا اللي نجم 10 يعطي 10، اللي نجم 15 يعطي 15. ان شاء الله ربي يعاوننا باش نعاونوهم ان شاء الله. باهي ياسين معنا زميلك في المنتخب موجود معنا بالتليفون توا، نخليك انت تستقبله ما يسالش. خويا مرحبا بيك. الو الو اي تسمع معز ولا لا؟ اي نسمع نسمع صوت صوت متقطع. ما سمعك فيا شكون بحذيت؟
هيك طلع وحدك عاد خوي. ياسين شو ما ياسين مرياح ولا ياسين الخنيسي واحد منهم. ما انطقش الراه كيفك، ما انطقش الراه كيفك. شكون بعدك؟ يطلع وحدك عاد. هاني قلت لك مرياح نتسوق ويلعب الشامبيونات مازال تلعب في تركيا دونك ياسين الخنيسي. لا لا بالتليفون هو موجود معانا. اه بالتليفون ما لا ياسين مرياح، يا ياسين مرياح لكثر ياسين مرياح بالتليفون. يطلع نتاع الصوت هكا معز تو. ما سمعتوش خاطر ما سمعتوش، كان سمعت صوت ونقول لك. ايوا يا خويا هو معاك ياسين مرياح. يا به. وينك يا معز؟ ياسين نحوالك ضا ابرامو مش قادر تسمع في بعضكم. لا عاش احمد شنو هي المشكله تنجم تشوفها ولا باه باه نحكي معكم الزوج مسيرش مش مستنسين ملاعبيتنا يشاركوا في حملات كما هكا معز وياسين. كنا نشوفوها حقيقه في العالم، لكن اليوم ملاعبين تاع منتخب وملاعبين تونس خلينا نقولوا اعطاو المثال مع قدام حتى المجتمع المدني والناس الكل ظهر. والله صحيح هي اول حاجه المبادره هي بدا بها يوسف وعلي معلول ومع مريح وفرجاني دونك عدونا الكره اللي نحن كما 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 نقولوا دونك حاجه باهيه اللي نوريهم معناتها الكره راهي توفى في التيران وتقعد ديما معناتها العلاقات متميزه بين 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 الجوارات الكل سورتو معناتها في البريود هذايا دونك جانا الوباء هذايا كما يقولوا نحن يتبعونا في الكوره يتبعونا في في استاجاتنا يتبعونا في المنتخب يتبعونا مع انديتنا دونك حاجه باهيه معناتها باش نساهموا معناتها تنجم تقول حتى مساهمه صغيره باش نعطيو المثال والاكزامبل معناتها للتوانسه الكل وهذه مش مزيه معناتها هذه واجب. نعرفوا البلاد تمر بفتره صعيبه بوقت صعيب الناس كلها لازمنا نقفوا مع روحنا تصدقني انا والله العظيم مدي فيها هذه لتو روحت الدار. اي باش نسالك معز انت ذهبت تحديد السخون تذكرني تصدقني انا تذكرت ومتغشى عليا حافيلك باش نحكي لك مشكله مزمر عليك خويا ملكك. والله العظيم والله خرجت بالصباح ما ولاني البرسا نتاعها مشكله واني كل مره في بلاصه كما يعلم بها ربي معناتها واحد الديفي هذا اللي صار وكل شيء. معز انت كما نقول ذهبت تحديد السخون امبارح اعطيته اطلقته الديفي اليوم بديت تخدم احكي لنا ايش عملت اليوم معز. والله العظيم والله عندي الورقه انا مش نقدر نذكر الاسامي لحد الان وصلت 13 عائله لحد الان ما شاء الله. تو اني موجود في كرومباليا وشويه اخر ونروح. انت ياسين بديت الخدمه ولا ما زلت ياسين؟ نحن هوني مسكرين اما لاندي ان شاء الله غدوه اليوم سامدي نهار الاثنين ان شاء الله باش نبداو الحمله هذيا اللي خاطر نحن مقطعات مش كيما الجوات اللي يلعبوا في تونس. وصيت شكون انت كيفاش باش تعمل بالضبط؟ بيان سور عندي الوالد متكلف كل شيء مصري على كل شيء وديجا معناتها هو اللي باش يتكفل بكل شيء. كما قال معز ان شاء الله ربي يعاوننا على الحكايه هذيا هو واجب باش نبدايا خاصة البلاد تعرف انت العالم بصفة عامة يمر استثنائية فهمت بحالة استثنائية دونك انا نطلب من الشعب التونسي اللي ما فادلكوش بالحكاية هذيا ما لازمناش نوصلوا كما ايطاليا لا قدر الله ومن بعد نقولوا اه علاش ما قعدناش في ديارنا اه علاش ما في عود ما نسلموش على بعضنا كذا لا نكونوا في حالة وعي من توا نفهموا بعضنا كل واحد يشد داره وكل واحد ينقص من الاكتظاظ هذا اللي العباد قاعدة تمر بيه ونحن كما قلت لك نحاولوا نعاونوا العائلات لو ماكسيموم مش كان نحن بديناها كمبادره ما انا كما قلت لك من المنبر هذا كما تقول انت نكلم رؤساء الجمعيات نكلم العباد اللي في السياسه اللي ما شاء الله اللي عندها المال الوفير العباد اللي في المناصب الكبيره لي زوم دافير خويا مثال اش تحركوا واعطيه وراي البلاد ما تقف كان على رجال. معز فما تعليقات من نوع اللي يعمل خير ما يقولش لا بالعكس هذه في الحالات هذه الانسان لازم يكون مثل ولازم يكون انتم كملاعبيه ضايل تعطيوا المثل للناس الكل باش هي تعمل كيفكم زاد وتعاون زاد. لا سي فري هي واحد معناتها عنده الحق معناتها كل شيء بالستره وكل شيء مي كيما قلت لك الديفي صار هو معناتها صار معناتها اون بوبليك معناتها دونك ما قلناش نحن نعملوا كل شيء دونك معناتها ما حبيناش نسميه حتى اسم دونك كيما يقولوا فيها وعدنا الاولاد كل وعدنا معناتها بالديفي هذايا دونك الناس الكل ان شاء الله قدرت ربي باش تقف مع العائلات هذوما وكما قلت لك معناتها كل شيء بالستره كل شيء معناتها في الوقت هذا متاح معناتها سورتو راني قلت لك فما عائلات صدقني راني مشيت للبلايص فما عائلات بالحق معناتها استحق استكمام ما فهمناش معناتها معناتها باش نبدا واضح معك معناتها معناتها او موا خليهم لمده الشهر هذا شهرين هذوما او موا خليهم اكثر مرتاحين
فما برشا معناتها نساء كبار رجال كبار تصدقني تلقاهم مسكينه عندها زوز ولا ثلاثه اولاد فيهم زوز لطف يا ربي معناتها وعافينا وعافيكم الله معافين معناتها ما يتحركوش من بلاصتهم. ربي يشفيهم ان شاء الله. ربي يشفيهم ان شاء الله الناس الكل. وكما قلت لك معناتها سيلو مومون معناتها انا امبارح نتفرج في التلفزه معناتها الناس الكل اللي جوا وينهم معناتها ديما معناتها واحد يتمس باللي جات هذوما دونك انا قلت لك مش مزية وهذا واجب ونتصور اللي جوا الكل معناتها قاعدين يخدموا على الخدمه هذيا ان شاء الله قلت لك كما قلت لك المده هذه تتعدى لاباس والناس الكل ترجع لبيت وبلادنا ترجع لبيت ان شاء الله. برافو عليكم يعطيك الصحة معز. قبل ما نودعك ياسين طمنا على اخباركم انت في تركيا كيفاش نيه وضعيتك تو باش تكمل ماكش تكمل في تركيا باش تواصل الموسم الجاي ترجع اليونان شنو مستقبلك بالضبط وانت شو عاملين انت وسام غادي؟ يا ودي كورونا تزغل حتى في الكورونا قعدت الاحصائيات هذوما لازم والله تو بو لو مومون لومومو الحمد لله الوضع قاعدة ماشية وتتحسن في الجمعية خرجنا من المراتب الخايبة معناتها وماشيين نطوروا سواء في الأداء سواء في الريزلتا دونك أنا لاقي راحتي بالكدا توا هوني وقاعد نخدم على روحي إن شاء الله سان تومان تقعد الجمعية معناتها في السوبر ليغ الأولى ومن بعد باش نرجع لليونان وكان فما إن شاء الله حاجة أكيد نعلمك بها إن شاء الله. يعطيك الصحة بالتوفيق يا ياسين، أنا نحكي معك أنت يا معز، بخلاف في الصيف قد عندك ما خذيتش راحة كما هكا معز؟ عندي عامين تثبت عليها سنين فما عامين حتى بريود عرسي تصدقني تك تك روحنا من الكيب ناسيونال عرست أربع أيام خمس أيام ورجعت ترينا ديريكت وفي أول عيد ميلاد المدام عرست ثلاثة أيام معناها قسما بالله نزمر عليك انت والله معز علي مترش علي شو نحكي لك اكاو وكوني قلت لك لا تو بعد نغذيه وكل شيء بقدره ربي يعني قلت لك ليسونسييل تو انا عاملين لو ماكسيموم بوسيبل ان شاء الله الناس الكل باش تروح فرحانه وان شاء الله كيما قلت لك تو الناس الكل يد واحده سورتو انتم معناتها الاعلاميين معناتها تشوف معناتها كل معلومه وكل كل كلمه تو نجم تطلع مورال للتوانسه الكل دونك ربي معاكم واستحفظوا على رواحكم وقدرة ربي ان شاء الله تونس بخير وان شاء الله الجاي خير ان شاء الله. مهم اكيد من لاعبيتنا ياكدوا انه مواعين وماهمش بعاد على القضايا نتاع الشعب نتاعهم. اي توا معز العائلات اللي عاونتهم كشخين كهو ولا كيفاه؟ لا ولا لا والله لا انا قلت لك انا بابا كلوبيست يعني انا بابا كلوبيست بابا يحب الكلوب معناتها دونك كيما قلت لك تو ولادي لا فما لا اسبيرونتيست ولا اتوبيست ولا توليست ولا كنا يد واحده صحيح كنا يد واحده وديجا ديفي الاولاد الكل من جمعيات مختلفين كل سوا لعب البرا يلعب في تونس الكل يد واحده دونك صدقني حتى اللي جوار يترونشي تاعنا يحبوا عام معناتها دونك حاجه باهيه وكما قلت لك ان شاء الله الفتره هذه تتعدى لاباس على التوانسه الكل سكتوا ان شاء الله بقدره ربي الناس الكل معناتها ديما بالوقايه ونستحفظ على رواحنا وكما قلت لك ان شاء الله تونس لاباس اكيد جوست نفدلك معاك هاو معز. توقف النشاط هذا ياثر شويه بدنيا بعد شويه باش يكون معنا اكثر وسيم معلا يحكي لنا على الموضوع لكن انتم كلاعبيه معز يقلقكم شويه التوقف هذا؟ صحيح يقلق معناتها بيان سور معناتها تكون في نيفو في بالي معين فيزيكمون تقسيفري حتى تخدم في الدار ولا تخدم بوحدك على البحر ولا تجري كل شيء ميكو مي معناتها لو اما بريباراتور هو عنده خدمته عنده معناتها كل واحد شنو يستحق شنو ما يستحقش وكيما قلت لك معناتها سيفري تو تقلق شويه ميكو مي معناتها واحد في داره يحاول يخدم الماكسيموم اوموا حتى كيف يرجع ان شاء الله بعد المده هذيا اوموا يرجع اوموا 80% من الفيزيك نتاعو موجود. يعطيك الصحة شكرا لك معز نخليك تكمل المهمة اللي قاطعهاش كملت ولا ساعة؟ لا ولا انا تو نص ساعه ساعه ونبدا نروح ان شاء الله كنعش خويا حظ الكادو من تو ننصحك انا برافو عليك خويا اللي كنت وليسين والكل من لعبيه المنتخب وحتى ما ينتميوش للمنتخب على الحاجه هذا اكيد كنتوا مثل اليوم اكيد في الوقت اللي تونس تحتاج اولادها الكل من اجل نتعداو الظرف الصعيب هذا ان شاء الله بيزو ميرسي بوكو ربي معكم ان شاء الله الناس الكل ان شاء الله شكرا لك معز بن شريفيه نمشيو الموسيقى بعد مواصلين في زون ميكس حتى للخمسه